عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. فلقد قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أنه على العالم أن يدرك بعد 70 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني أنه لا يمكن لأي قرارات أو ممارسات عنصرية أن تمحو الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، مؤكدا أن القرارات الأمريكية شجعت إسرائيل على فرض مخططات تهجير ومواجهة المسيرات الشعبية السلمية. في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 52 فلسطينيا وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة. دكتور رشا، في ذكرى النكبة 70 ومع افتتاح وتدشين نقل السفارة الأمريكية واعترافهم بها عاصمة في القدس، كيف تعلقين على ذلك؟ وبرأيك هل الاحتجاجات اليوم ترسل رسالة ما للعالم؟ طبعا هو يعني ما حدث اليوم الحقيقة مهزلة، يعني في الذكرى 70 للنكبة يعني أو للاحتلال. طبعا يعني خلينا نقول ان نقل السفارة هي اعتراف اكيد واخير من امريكا ان خلاص هي القدس هي العاصمة الابدية لاسرائيل او لدولة اسرائيل، لا صح ان اقوله لكن انا اقول هذا. يعني طبعا ده اسقط فلسطين من على مائدة المفاوضات او من على طاولة المفاوضات، اسقط حقها التاريخي والسياسي للابد ان صح ان اقول الحقيقة امام صمت عربي مخزي. مصر هي الدولة الوحيدة اللي النهاردة اصدرت بيان وزير خارجيتنا سامح شكري، حاجة تحترم جدا. اين باقي الدول العربية؟ الحقيقة سؤال بيطرح نفسه. طبعا ما يحدث اليوم مهزلة. خليني أقول إن النهاردة اعتراف أمريكا بياخد أمريكا من خانة إنها كانت النهاردة وسيط في هذه المفاوضات إلى إنها النهاردة أصبحت حقول تدليس، الحقيقة حقول تأييد، هي دخلت في خانة المؤيد وخرجت من خانة الوسيط. أمريكا كانت هي الوسيط دائما وأبدا في المفاوضات، النهاردة يجب أن تجد الدول العربية ويجب أن تجد فلسطين وسيط آخر لهذه المفاوضات، يجب أن يدخل حد بدل واشنطن في هذه المفاوضات لأن خلاص لن يصح أن يكون لأمريكا دور في المفاوضات. وهذا ما أعلنه أبو مازن. أعتقد طبعا مين يعني مش هي مشكلتنا، مين هي المشكلة، إزاي إحنا نخرج من اللي إحنا فيه؟ ترامب مش قادر الحقيقة يدرك حقيقتين، أو يعني أمريكا خلينا نقول أو واشنطن مش قادرة تدرك حقيقتين مهمين جدا. القدس ليست فقط هي يعني هي قلب الوطن العربي. القدس ليس لا تعني فقط للفلسطينيين ما تعنيه، ولكن القدس الحقيقة هي الرمز الديني المقدس لكل الدول العربية، وهي التي تنظم العلاقات الدينية الفردية والجماعية في المجتمع الإسلامي أو المجتمع أو في الوطن العربي بشكل عام. ومعنى كده أن مصالح أمريكا في المنطقة هيحصل فيها تخلخل، وهيحصل فيها يعني أكيد المصالح الأمريكية في المنطقة هتضر. هو ما فكرش، الله أعلم هو فكر في ده ولا لأ، ولكن إن اتحدت الدول العربية النهاردة كلها ضد هذا القرار الغاشم فسوف تضر مصالح أمريكا. ولكن إن اتحدت الدول العربية كلها، الحاجة الأهم الحقيقة إن الانتفاضة دي سوف أعتقد تثير انتفاضة مسلحة ليس مرغوب فيها في فلسطين. ما أقدرش النهاردة أقول للشعب الفلسطيني لا ما تنتفضش ولا أصل ده مظهر غير حضاري. غصبا عننا الفلسطينيين سينتفضوا، وغصبا عننا قد يؤدي هذا الانتفاض الى وجود بقى الى يعني انتفاضه مسلحه، وده هيؤدي الحقيقه لمشاكل بقى في المنطقه نحن في غنى عنهم، واعتقد امريكا نفسها في غنى عنها. فاين كان عقلهم؟ ازاي فكروا في هذه الخطوه؟ لا ادري. هو طبعا تحيز اعمى لاسرائيل. شفنا دول كتير قالت امتنعت ان هي تحضر الـ يعني الاحتفال انجاز انا اقول يعني، ولكنه الحقيقه خليني اقول هو عزاء اكتر منه احتفال، ولكن في دول تانية هتحضر. مجلس الامن احنا في انتظار قرارات مجلس امن او في انتظار اجتماع عاجل، وفي انتظار ان يكون في وقفه عربيه الحقيقه اقوى من دي. مصر لن تقف لوحدها امام هذا العدوان الغاشم.